اليوم بوصلكم قصتي من بداية صناعة المحتوى. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يا جماعة بوصلكم قصتي، واليوم القصة حقي كيف بدأت صناعة المحتوى وكيف بدأت السوشيال ميديا. طبعا يا جماعة بدأت أتعلم كيف بدأت. أول شيء على جوال عادي، واو، تعلمت مع الأيام، بعدين حصلت جوال، يعني اشتريت جوال ومجهودي، والآن ما شاء الله قدنا تمام. بدأت صناعة المحتوى كيف؟ كنت أدخل فيديوهات بالتيك توك، فيديوهات باليوتيوب، أتعلم كيف أصنع المحتوى، أتعلم الأفكار صناعة المحتوى. بعدين تعلمت كيف صناعة المحتوى. بديت بالتصوير الهادف، جربت أكثر من مرة أصور. التصوير أخص حاجة بدايتي لصناعة المحتوى. التصوير والإضاءة، كانت الإضاءة ضعيفة والمونتاج أضعف شيء، ومع الأيام ما شاء الله تعلمت، والآن بدأت بالمونتاج ما شاء الله الحمد لله تمام. والتصوير كانت تتعبنا الإضاءة، وحملت برامج أكثر من برامج الإضاءة. بعدين درت إن الإضاءة لازم تكون قوية وتعدل، بعدين تكون تعيد أكثر من مرة الفيديو والتعب، وتكون فيديوهات بدايته صعبة. والآن إن شاء الله مع قوتي تتابعونا إن شاء الله، بنتطور حبة بحبة إن شاء الله، وإن شاء الله بنوصل للكثير وإلى القليل إن شاء الله. لا يعني قولوا معي، ما بنطولش بالتطور إن شاء الله مع الأيام والأسابيع، وإن شاء الله بنكون ننزل لكم فيديوهات أكثر شيء، لأنه أنا بدأت على الفيديوهات القصيرة، يعني بالإنستجرام بالتيك توك. شوفوا حتى صفحاتي بروقيكم باخر الفيديو هم وانا انشرهم، وريلزات يعني افتهم لكم بالانستغرام ده. ان شاء الله بنطور حبه بحبه وبنرفع المستوى بكل شيء. وبديت لما كنت بديت اتعلم، كنت اصور فيديوهات واضاءه ضعيفه طافيه الكهرباء وحماتكم دارين. ان شاء الله بنزل لكم فيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويلا يا جماعة.